السلام عليكم متابعي قناتكم حسام الاعمال المتنوعه، كديري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما نلقاكم بافضل الاحوال. ان شاء الله غادي نديروا التتمه ديال الفيديو. انا مازال ما كملتش هادو صراحه يعني بحكم ضيق الوقت، ولكن غنكملهم دابا. غادي ان شاء الله نبداو نكملوا. درت معكم هذا الشكل ودرنا هذا الشكل، شوفوا معايا. من بعد انا غنهبط بهذا البرتقالي حتى لهنا ونعاود نخرجو من هنا باش ندير به هذه. ملي كتجيو كتطلعوا من بلاصه في كاين الخضر، ها هو، كبر الصوره شويه، من كاين الخضر ها هي، هذا غتجيني فيها الضربه الرقيقه هاي شفتو. وغدا نجي نخلي مربع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة المربعات كبار ونضرب في المربع الصغير، وكنبدا كنجمع باش كنحصل على هذا المثلث هذا. دابا شنو غادي ندير؟ غنكملو هذا الشكل هذا ديال البرتقالي، غنجيبوه بحال هكا، نكملو من هنا بحال هكا. ومني غادي نكملو هذا عندي، ودابا راه هاد النص خدمته باش يبان لكم الشكل النهائي، باش ما نطولش عليكم يكون الفيديو كيف ما بغي يكون في العدد، وتكون الرشمه صافي نكونوا ساليناها. وما تبخلوش علي بالاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركه الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. انتم البنات نبداو بسم الله. غادي نجي لهنا كنهبط نفس العدد، كنجي نطلع من هنا وكنهبط هنا بحال هكا، نعاود نجي بحال هكا، كتولي عندنا ساهله. نهبط نفس العدد اللي هبطت بيه انا في الجهه المقابله، زلية. حلقة دابا نبدا نطلع، نجي لهنا لهذا المربع الكبير ونرجع نطلع نفس العدد عاوتاني، نفس ماشي يعني هنا راه هابطه شويه على هذه بحال دبليو في. البنات هنا راه كنطلعوا باش نشرح لكم، هنا كنطلعوا نخليو جوج مربعات كبار كنضربوا في هذا، يعني هذا هنا شوفوا معايا يعني بحال ثلاثة بهاد القنت هذه ثلاثة، باش كتجينا الخدمة مقادة. دابا كنكون ساليت هذا الشكل هذا، وهذا الخيط هذا غنستافدو، يعني غنقدر نهبط به من هنا اولا ندير به هذا المثلث اللي هنا الفوق، يعني غنجي لهنا
نخرجو. نجي ناخذ الموف، كمل الشكل ديالي لهذا المثلث هذا. كنجي كنمشي، شوفوا معايا هنا، هذا هو المنتصف في كاين القنص ديال هاد سميتو، وطلعت يعني ها هو هنا درت في هاد المربع الصغير، نقصت هاد المربع الكبير وصافي، وخديت العبار، خليت هذا اللي في المنتصف ها هو، خليت مربع وضربت في الاخر. هنا ثاني غنخلي مربع ونخلي واحد جوج ثلاثة أربعة، نحسب المربعات الكبار باش تجينا سهله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، والسادس كنضرب فيه واحد جوج، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ستة كنضرب فيه جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نجي بحال هكا شوفوا معايا، ولكن ما غاديش نهبط، غندير فنيته ونجي تاني نفس العدد، شوفوا معايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غنجي نهبط واحد اللي ضاربة فيه الإبرة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونجي ندير بحال هكا شوفوا معايا بحال هكا، كنجي نضرب في هاد الصغيور، نتوما راكم عارفين في التونسي كنضربو في الصغير وفي الكبير، كنجي تاني اون فاس معاه في الجهه الاخرى، وكندير نفس الطريقه، كنجي عاوتاني بحال هكا نفس الطريقه، كنكم غاديه بمثلث مائل، نجي عاوتاني هنا في هاد البلاصه الصغيره، نجي نضرب هنا في هذا المربع الكبير، نجي نضرب في هذا المربع الكبير، نجي ثاني نضرب في هذا المربع الصغير، نجي نضرب في هذا المربع الصغير، دابا نتسلى لي الخيط، ندير خيط جديد، دابا كنجي عاوتاني نفس الطريقة، ندير خيط جديد. دائما الخيط كيكون على خمسة باش كتكون الخدمة تجي متقونة، كنمشي تاني من المربع الكبير يعني بنفس العدد، كنمشي بنفس العدد شوفو معايا صافي، بقى لي هاد المربع الصغيور هنايا، كنضربو عاوتاني في الجهة المقابلة، ها هو كنكون ساليت هنا، هنا أنا بقى غنستعمل الموف يعني في داك المربع، نجي لهنا ونخرجو باش ميعذبنيش، ويكون قريب ليا البلاصة اللي غنخدم فيها، دابا غنجي ناخد خيط غوز. شوفوا معايا هذا الخيط البرتقالي، طلعت فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 هبطة من هنا، وهنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، هنا 12 غير باش تعرفوا العدد، وكيف ما درنا هادو راه فيها 12 ضربة، يعني حنا درنا ست المربعات كبار وست المربعات صغار، يعني كنعبرو بالمربع الكبير. دابا غادي نجي في هاد الغوز هادي، شوفوا معايا غنجي تاني نفس الطريقة، غنهبط غير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية ديال الهبطات، شوفو معايا كنجي نضرب في الصغير وكنضرب في الكبير، كنجي لهنا بقات لي هاد الهبطه هادي، كندير ديك القنيته بحال هكا، كنجي لهنا لهاد المربع الصغير ها هو كما كتشوفوا، كنضرب في هاد المربع الصغير، دابا نخرج هاد هنا، غنجي
نخرج ثاني هذا الغوز هنا حدا البرتقالي باش ندير به هذا المربع هذا. دابا غادي نجي نخدم هذا الصفر، المربع الصفر حنشجاني هكا اون فلاس معدا. ومن بعد غادي ندير هاد القليبات هادو، هادو شويه فيه خص فيهم التركيز. المهم البنات طلعت لي كنطلع، شوفوا معايا مني كنديروا هاد الموف كيكون داكشي بالترتيب، مني تنديروا هذا تيعطينا الشكل. ها هو شوفوا معايا اش كيجي داكشي متقارب ومتناسق. انا غير من هاد المربع الكبير درت في هاد المربع الكبير في الغوز، شوفوا معايا، وجيت هاد المنتصف دائما خصنا نمشيو في المنتصف باش تجينا رشمه زوينه. شوفوا معايا هنا خلي جوج مربعات كبار هما من هنا، وبديت المربع ديالي في الصفر. ها حتى انا غنخلي جوج مربعات من هنايا وغادا نبدا في المربع ديالي. دابا غنجي يعني نهبط ليبره هنا، خصني نطلعها قبل. شوفوا معايا باش تكون شكل متماثل. ها هو، وغادا نمشي نفوت شحال من مربع، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نضرب فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة بحال هكا، ونرجع هنايا نضرب في هذا الرقيق، نعاود نضرب هنا، وأنا كنجمع في الشكل ديالي بحال هكا باش كيجيني مربع. نجي عاوتاني هنا ندير هادي، نضرب هنا ونجي عاوتاني هنا ونجي عاوتاني هنا. شوفوا معايا هاد الصفر هذا غندخلو هنايا، لأنني أنا محتاجة هنا ندير مربع في الأصفر في الداخل. شوفوا معايا نخرجو هنايا وغادا نجي، حيتاش دايره أنايا هداك لاخر لوغونج والخضيضر. ندير هاد الأصفر هاهو، بحال هكا. بحال هكا نطلع هنايا ندير إبرة أخرى، نخلي هذا غنخدم به. دابا غندوز غندير خيط خضر وخيط برتقالي جداد باش ندير معكم هاد الشكل عاد فاش نطلعو لهنا للمنتصف. أولا مهم كملوا هاد، ندير إبرة أخرى، ندير إبرة جديدة ونهبط هاد الخضر. هذاك الخضر كنبدا به هو الاول، وكنخلي شوفوا معايا نص طريق، يعني هنا كنخلي هاد جوج خطوطه في الصفر باش كيجي داكشي متناسق. وكيف ما كنت قلت قبل في الفيديو السابق، الكانفا راه تقطعوا فيها 10 سنتي. شوفوا معايا دابا غادا نجي نخدم الرشمه ديالي بحال هكا بالخضيضر عاوتاني نفس الطريقه في الخضر. خلي هبط شحال من طلعه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 هبطة. كنجي عاوتاني نفس الطريقة، ها هو، نجي نضرب هنا في هاد البرتقالي، ها هو، شوفوا معايا عاوتاني بحال هكا. هكا بحال هكا. دابا فاش وصلت هنا المنتصف نضرب هنا في هذا المربع الكبير، شوفوا معايا البنات، ونخلي هذا وهذا
وهذا مضرب في المربع الكبير وفي المربع الكبير، يعني غدا نخلي جوج في الوسط وغنهبط في نضرب في الرابع ونجي نجمع الشكل ديالي من الجوانب. شوفوا معايا بحال هكا، نجي عاوتاني هنايا لهاد المربع ونجي نضرب بحال هكا، نجي عاوتاني نضرب في المربع الكبير. اصل البنات غير كتفك يعني كانت جاتني الفلوس صعيبه غير في كتطبيق اول مره، خصك تاخذي العبار اللي جات صعيبه، اما ملي كتوصلي للنصف الثاني كيجيك ساهله، يجي ساهل صراحه. شوفوا معايا بحال هكا، صافي دابا نقطع داك الاخر بحال هكا. من بعد ناخذ البرتقالي حتى هو غنرجع فيه سهله، يعني نفس الطريقه، ومن بعد الصفر غنرجع فيه حتى هو. دابا غندوزو لهنايا، انا غنبرم الخيط ونكمل هادو باش نبداو هنايا ان شاء الله. من بعد ما كملت كيف ما قلت لكم هذا المربع، شوفوا كيجي غزال، كيجي كيحمق مع ديك الالوان المتداخله، الوان خط يعني الخضيدر مع البرتقالي مع الصفيفر جاو واعرين. على العموم نكملوا، غادي نجي لهنا، غادي نجي لهنا، نجي لهاد الثالثه هادي، ها هي هاد الصف واحد جوج ثلاثه من غير هاد الصغيره طلعت بثلاثه باش تجيني واضحه كيف ما درت هنا. شوفوا معايا هكا، من غير هاد المربع اللي مضروب فيه كاين جوج المربعات، يعني نجي انا لهنا نخلي هاد جوج المربعات وغادا نضرب في هذا الرقيق هذا. شوفوا معايا في هذا الرقيق، انا في الاول باش بديتها البنات راه بديتها من هنا غير باش نكون واضحين، اما ملي كتكوني يعني كتخدمي هذا المنتصف هذا هو اللي كيسهل عليك الماموريه شويه. وغادا نجي من غير هاد الصغيره هذه اللي كاين ضاربه هنا وضاربه هنا، شوفوا معايا من غير انني ضاربه هنا وضاربه هنا، غادا نجي من هنا نضرب هنا، كندير مائل خط مائل. نجي دابا ندير هذا نعقد لتحت، نعقد بحال هكا، شوفوا معايا. ودابا غنجي ساهله، دابا نجي نضرب في هاد المربعات الصغيرين بجوج باش نكمل الشكل ديالي باش ما نرجعش ليه. نجي ثاني نضرب هنا وهنا، ها هما. ونجي ندير دابا من المربع الكبير المربع الكبير، شوفوا هلاك كنبقى غادية ضربة على الضربة هكا، تحت ما قطعتهمش، نشوف شحال من غنمشي من الخط، شي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش، غير عفوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ندير ثمانية ضربات باش ندير هذيك الكبيرة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وها ثمانية، ها هي. دابا غنجي نطلع هنا غنمشي أون فاس للجهة الأخرى، غنخلي هنا من هاد البلاصة من ضاربين غنخلي مربع كبير، واحد
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة المربعات. نجي لهنا نخلي هو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني هنجي لهنا باش نعرف فين هنضرب المربع هنا الكبير، ونخلي هنا ستة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي طلع يعني غادا تجيني بحال هكا. هاي في هاد الجهة هادي بحال هكا، نعاود نجي نجمع هادو جوج بيهم. شوفوا معايا بحال هكا، هادي هادي عاد غير رجع فيها بلا ما نحلها في المربع الكبير، وهادو في المربع الصغير بحال هكا، المربع الصغير على المربع الصغير. دابا غنجي لهنا شوفوا معايا بحال هكا بحال هكا، نجي نرجع نضرب هنا نجي بحال هكا، نعاود نضرب هنا بحال هكا، نعاود نضرب هنا ثاني تنهبط تمنية نجي حتى لهاد المقص، يبقى لي غير جوج ضربات بحال هكا، صافي بحال هكا. باش يجيني داك الشكل زوين ندير هاد المربع الصغير مع هذاك المربع الصغير، باش كتجيني الخدمة ديالي فيني بحال هكا. شوفوا معايا، نجي نطلع هاد الخضيطر هنا لان مازال غنحتاجو في هذا المربع هذا، موراها غنجي ناخد البرتقالي ها هو مركبه فيه الخيط. شوفوا معايا البنات، ثاني نفس الطريقه غير هو باش غادي نخدم، غنجي لهنا هذا المربع البرتقالي غنبداه اونفاس فين كاين هذا الغوز هذا. شوفوا معايا، يعني هذا لتحت ندير هذا الخط هذا، ونخلي بيناتهم مربع كبير، نخلي هذا المربع الكبير ها هو هذا المربع الكبير، وغادا نجي هذا هو المربع الكبير اللي بيناتهم، ولكن غادي في هذا الخط هذا. شوفوا معايا البنات بلاتي باش نكون نبداها من الفوق يمكن احسن، من هنا فين هنا غادي نجي لهنا ها هو ها المربع الكبير بحال هكا، غنخليه المربع الكبير وغنطلع هنا بحال هكا، نجي اها نضرب في هاد المربع الصغيور بحال هكا، وغادا نجي نضرب هنا في هذا الخط هذا بحال هكا، كنخلي ها هو شفتو بحال اللي كنجمع في جوج مربعات كبار باش كيجيني داك الشكل واضح. نعم ندير هذا نفقد ناخد البنات بحال هكا بحال هكا، ونجي لهنا نجي نكمل نص الطريق، كنكم غادية بخط مائي ضربة على ضربة بحال هكا. شوفو معايا
ونفس العدد عاوتاني. قصت خيط نضرب في هذا المربع الصغير ونجي نضرب هنا ونجي نطلع نفس العدد عاوتاني. نتأكد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنا 9 في البرتقالي ماشي 8 بحال الاخر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دابا ملي غنطلع في هذا المربع الكبير غنمشي مع هذا المربع ونضرب في هذا الثالث بخط مائل كنعاود نجمع داك المثلث ديالي من الفوق. شوفوا معايا بحال هكا نجي نضرب عاوتاني هنا ونعاود نرجع هكا. انا غنكمل هذا الشكل باش ثاني خط ملي كيتدارو مع الخيط اللي خصني نضرب هنا باش يبقى غادي بشكل مائل. انا غنكمل هذا البرتقالي هذا باش نعطيكم العبار اللي غادي نخدموا به هادو صافي. وديك الساعات انا غنكمل الشكل باش نوريه لكم كامل. هنايا كيف قلت لكم راه غندير بالصفر هنايا في هذه البلاصه هذه غندير مثلث بحال هذا هنا في الصفر في هذه البلاصه هذه. مازال لينا هاد المربعات نعطيكم العبار ديالهم وهاد المرب هاد القلوبه هادو اللي بالخضر وبالغوز حتى همايا صافي. وانا ديك الساعات غنخدم هاد البارتي هادي باش نحط لكم الصوره هكايا واضحه على الرشمه كيفاش كطلع كطلع شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم انا غنحل هاد الخط انا راه ديجا حليته غادي نكمل الشكل ونرجع معكم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لهاد المربع الصغير اللي في الغوز. جينا هنا خليت انا في المنتصف ديال هاد البرتقالي خليت مربع كبير وضربت في الثاني نجي نهبط غير هنا ونطلع في الاخر فاش طلعت الخيط قبل ها هو. شوفوا معايا وغنخلي 5 مربعات كبار 1 2 3 4 5 هو اللي ضربت فيه يعني اللي طلعت منه واحد يطلع هاي 1 2 3 4 5. شوفوا معايا نفس الطريقه عاوتاني غنعاود نجمع بحال هكا نفس الطريقه. انا ندير معكم غير ربع باش نوريكم الخضر المقاس ديال الخضر ومقاس ديال الغوز باش نكمل انا الشكل باش يكون هذا هو الفيديو الاخير ديال الجزء الثاني يعني ما يكونش بحال هكا. دابا غنجي ندير الابره هنايا في الخيط الخضر هنا مازال غندير هذه اللي في البرتقالي هذه اللي في البرتقالي ملي غادي نديرو هذا غادي تطلع. دابا البنات غادي نجي نحسب شحال عندي من غرزه شحال من ضربه هنايا. شوفوا معايا انا حتى خدمت هذا الغرز عاد خدمت الخضره ولكن ملي كيكون عندنا هكا يعني بالحساب هذا كيجي باين. كنجيو لهذا هذا الخضر هذا كنجيو ل1 2 3 الضربه الرابعه. شوفوا معايا الضربه الرابعه كنخليو 1 2 3 4 5 6 المربعات وكنضرب في داك المربع الصغير يعني 6 المربعات كنجي للطلعه كيف ما قلت 1 2 3 4 1 2 3 4 ها هي. وغنجي 1 2 3 4 5 ها 6 وغنضرب في هذا المربع هو هذا اللي غادي نضرب فيه هذا المربع الصغير ونجي نطلع فيه الابره ديالي بحال هكا وكندير نفس الطريقه عاوتاني
هنا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، تسعود ديال الطلعات. نجيب هذه هنا باش نكمل أنا من بعد الفوقي باش يبان ليا فين غندير الغوص. فما عندنا ترا ساهلة هكا، ثاني هنا باش نكون واضحه معكم باش نكمل انا الاشكال اللي باقين. ملي كندير هاد المثلث ديال الخضر كنجي تاني نخليها وشوفوا معايا في هاد الوسط اون فاس ديريكت كنجي كنخلي مربع كبير جوج مربعات، يعني هادو كيكون ما باقي ما واضحش، كنخلي هاد المربع الكبير والثاني والثالث ها هو كنضرب فيه، كندير عاوتاني خمسه ديال المربعات كنطلع من هنا وكنخلي خمسه ثلاثه الوسط ونضرب في الاخر وكنبقى نجمع وكنجي تاني ندير حدا المربع الصفر الاخر. هنايا في هذا الغوز هذا شوفوا معايا البنات كنجي لهنا الانف، ملي كنكمل الخضر كيعطيني العبار ديال الغوز، ملي غنكمل الخضر غنجي لهنا من بعد فاش كنجي كيف ما قلت لكم هنا في هذا المربع الكبير اللي في الخضر ها هو هو اللي كناخذ عليه كنهبط، يعني هذا اللي هنا. هانتوما البنات واخيرا كملتها، المهم هذا حتى غادي تفينا وهذا الشيء كامل غيتفينا. هنا راه كنعاودو نطلعو بنفس هاد الطريقه هذه كيف ما كنت قلت لكم قبل، كنديرو هاد الصفيفر هذا من بعد كندير هاد الخضر هنايا الموف الصفار الخضيضر وغادي الامور كيف ما هي. بالنسبه لهاد اللعيبه هذه ان شاء الله راه غادي نديرها معكم فيديو بوحدها خدمتها معكم، غير هي مثلا بغيتي ديروها في السلسه ديال شي بلا شي جليليبه هكا وداكشي كتجي زوينه، وحتى في الكميم نخدمها معكم على اساس الكميم. شوفوا معايا البنات كتجي كتحمق، هاي الرشمه ديالنا هي هذه كي من هادو تيجيو هنا جوج لتحت كتجي الخدمه ديالنا في نص الطوق، ومن بعد كنكملوا هادو باش كنطلعوا مع الكول كيف باين لكم في الصوره ديال سعاد خويي. شوفوا معايا نتمنى من الله تقدروا المجهودات اللي تندير معكم، و يعني ملي كنلبي لكم الطلب ديالكم وما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ومشاركه الفيديو ومشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده وكل فيديو يتعطاه الحق ديالو وعلى حسب المجهود اللي كيستاهل. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى من الله يعجبكم. شوفوا معايا كيف كتجي، كتجي زوينه بزاف. الا ساعفني الوقت بكل صدق الا ساعفني الوقت غادي نديرها معكم بالعقيق، لا يعني على حسب الضغط عندي خدمه جمعات عليا، لا كفاني الوقت غادي نديرها معكم بالعقيق ان شاء الله باذن الله الا بقينا في الحياه. المهم هذه هي الطريقه ديال هذه الخدمه هذه كتجي بحال هكا. نتمنى من الله الفيديو ينال اعجابكم وشكرا على المتابعه.